كان خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني في مهرجان مدائن التراث في ودان صرخة مدوية ضد ماض من عدم الإنصاف عانت منه فئات عريضة وشريفة من هذا الشعب الكريم بنظرة دونية ليست مبررة أخلاقيا ولا دينيا من خلال اعتبارها ناقصة المكانة والقيمة وكل ذنبها أنها كانت تعمل بتفان في عملها وصدقت مع ضميرها وخدمت وطنها ومجتمعها فمن العاري أن تظل صورتها المشرقة مخبئة عن الأجيال الحاضرة وعن الأجيال المستقبل فحين تقرر أعلى سلطة في البلد أن زمن التراتبية الاجتماعية قد ولى فذاك يكفي للتأسيس لمجتمع واحد لا يقدم الأشخاص على أساس انتماءاتهم ولا شرائحهم ولا طبقاتهم في دولة تعترف فقط بالمواطن على أساس ما يقدم لوطنه وشعبه وهو ما يعني أن خيمة العدل قد وطدت أوتادها وزبطت أعمدتها في زمن هذا القائد الفذ عليكم أن تعرفوا ذلك فالدولة أخذت قرارها إذن بتجاوز هذا الماضي الظالم ضد هؤلاء المواطنين وعلينا نحن جميعا كمواطنين وأصحاب رأي وأئمة ووجهاء ومنتخبين وإعلاميين وقضاة ومحامين أن نسهم بجدية في تجسيد هذه الإرادة على أرض الواقع وذلك صونا وردا للحقوق وحفاظا على لحمتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية وأن يبقى متشبثين بديننا الحنيف في هذا المضمار وأن يبقى الإسلام عندنا ناصعا لا أدران فيه ولا شوائب إذن لا بد من أن يشعر الجميع أنه لا مكانة بعد اليوم في مجتمعنا إلا لمن يخدمه أكثر ولا حظوة في دولتنا إلا لمن ضحى أكثر من أجل الوطن ذلكم هو منطق تعهداتي الذي تتكشف يوماً بعد يوم صرامته في تحقق العدالة وحصول كل فرد على مكانته التي يستحق